السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل نبدأ يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك، ركزوا على الاشتراك الله يرضى عليك. مقطع اليوم يا جماعة الخير الجزء الثالث من مقلب السماعة. طيب دقيقة. أول واحد بنبدأ فيه فيرفل، لكن احتاج شخص معي. طبعا مكان يا جماعة الخير بعطيه سماعة وباخذ سماعة، واي شيء اقوله لك بتقول الفيرفل. حلو، لكن برضو لازم نطلع فيرفل من الغرفة. هي ما طلعت مش مشو. يلا يلا يلا. دقيقة روب، تعال سري سري سري. روب اللي احتاجه منك تطلع فيرفل من غرفته. طلع من ودي. وده فوق اي شيء، قل له اسمع الله هذا الك انه الله اي شيء اي شيء. خليه يطلع من الغرفة. طيب اذا طلع من الغرفة بنثبت كام جوا احنا. عندي خلاص. يلا. شو اللي قاعد تصور كل يوم مقطع مع العيال تعبان؟ يلا بقمك معي عيوني لك. يلا. لا لا طيح لا طيح يا ما اقدر ما اقدر اكثر مني انت اعطيك وين ثبت ثبت فوق. ايوه الكام هنا تصور واحنا نشوفه من هنا. ايوه احسنت. اللي انا بلبس سماعه وانت سماعه، اي شيء اقول لك بتسوي مكان ارجوك لا تدخل. طيب وش في المقابل؟ ما عليك اقول شيء لك. هديه طيبه يا عمري. ايه هديه طيبه بشربي. يلا بسم الله ناخذ لك شيء ممتاز الان. والله ما ادري شيء. انا جلسه بك هنا. اوكي ثبتين الكاميرا هناك ممتاز. اي شيء اقول لك على طول تسوي كل مقاطع اللي صوره معك. لقيت لي شيء على طول تم. انا مدرب قتال الشوارع. بس بتحبي عنده زين وتطلع صوت كذا ولا ولا تعطي وجه بيزبط لك صار. لا تعطي وجه فانت. هلا احمد شيك. كل عندي حركه خليك بالسير وبسوي لك حركه. شيك شيك كيف الحركه؟ شيك كيف الحركه؟ كويس داخل لي كلب. انا قل 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 شو بتصير حقي؟ جاب يشب حط راسه زين. ابيك تشوف لي حد عطل. عندي عطل جديده ما تجمع. طيب يا كيف الحركة؟ بقول لك كلام بس بيني وبينك الله يوفقك تكفى. خلني أوصف أنت كذا زدح زدح. إيه قول بقول لك موضوع ضروري. مجنون اليوم. بقول لك موضوع مرة ضروري. إيوه إيوه. بس ما أدري شو أفتح. في شيء صاير شيء بينك وبين أحد. لا لا لا. أنا حبيت راسك عشان تنشر لي. تدري ليش حبيت راسك؟ ليه؟ عندي مقطع وقت تنشر لي. وإذا نشرت شو أبغى أرقصك زي كذا ها؟ وارقص لا توقف، لا توقف ارقص 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 ارقص. اسمع وإذا نشرت شو بتسوي؟ إي 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 إي. اسحب البطانية قلت تنشر لي ولا أوطى على بطنك؟ بس حسب ما هي. مجنون داخل يكلم نفسه. انا اللي اكلمه. اسا اول شيء دخل علي قاعد يحرق مجنون. انا بقولك شيء. اول شيء احنا اسفين، هذا كله تصوير ومقلب. المقلب هذا سماعه، انا قاعد اتصل عليه بالسماعه واقول له اي شيء اقوله يسوي. عشان كذا قاعد تقول انك قاعد تكلم نفسك. ايوه لان صوت مو طبيعي. شوف انا الكاميرا حركه صادو. تدري ان ذا مبنى هذا رايد المهرج يا رجال. وش اللي بنجري؟ مع انه ركان ساق عليك ابيك تسوقها على شونج بونج. ايه وبشيء اقوى من ركان انا واثق فيك. موضوعنا انه ايش؟ انه سلف فلوس انك تسلف منه فلوس. الباقي علي بعطيك السماعه. طيب واللي اقول لك كله. شفت صوتي قطع سوي شيء اصبره لما تسمعني زين. تم تم. الله يستر ابو شعيب. الله يستر. ايه والله يخوف. ايه مضارب تصير مضارب تصير مضارب. ها احمد ها فيرفل وشو؟ اسمع فيرفل كله بفتح معك موضوع. عندي شلونك؟ طيب شوف انا بفتح معك موضوع. طيب زين
بس اني يعني متوتر اني ما قد فتحت احد هالموضوع. قلنا انك انت اقرب من ابراهيم. اي احد صراحه في الفريق عن يعني ابراهيم ولا الامور انك انت يعني يمكن اقرب لي من ابراهيم نفسه. اوكي. قلت اني ارجع امريكا وزي كذا بالاخير اني برجع امريكا انا خلاص. المهم اختصر لك انه اني انا ودي ارجع امريكا. فهمت؟ ودي ارجع امريكا من الاخير اقول لك. ف كل مستواي مره بانحدار لا ابد واصور قليل وحاله ونفسيتي مره ماشي كذا. اكثر انحدار ممكن تشوفه في حياتي كلها لا قاعد ابث. وأنا قاعد أصور مقاطع. طيب. فحس إن نفسيتي مرة مضايقة وخاصة إنه يكون عند الشباب هنا وحس. بس أنت ما أنا بأخذ إجازة. وبأمريكا. إني ودي إني أخذ إجازة. طيب إجازة. تقريبا إن شاء الله بتكون 6 شهور. تستهبل. إيش طيب؟ 6 شهور إجازة. لا هذه دعتها تدعس تدعس اسمع احمد احمد انا ودي ان افتح مشروع. اي قل ابي منك سلف هذا احمد هنا بيوجع قلبه. وانا بصراحه جد جد يعني ما ابغى استحي ولا ابي اسوي مره مستحي بس ابغى تسلف فلوس. تبغى تسلف المشروع؟ سلف فلوس مشروع يعني انا عندي شوي وابغى اني اكمل. وشو المشروع؟ والله اخش معاك ابي. قبل منك سلف 122,000 بالضبط فين فلازم تقول لك كذا. المهم اني انا ودي اني اسلف 122,000 هذه بدايه المشروع اللي عندي انا اوريدي حطيت مبلغ من فتره طويله. قل ايه قل المشروع بيدخل ذهب والمشروع ذا يعني صراحه بيطلع واللي يودي اني افتحه في امريكا واذا انت ودك انك تدخل معي غير انك تتسلف معي صحيح وش المشروع؟ قل المشروع برا مركز المشروع يعني احمد يا رجال ايه قول الكفار احمد احمد لا مو كفار اسمع الكفار اللي بيجون انت بتدخل فلوس من الكفار تخليها للمسلمين 6 شهور بنسلك مرقص طلع عيب اقسم بالله والله اذا ادري كنتك بزين صادق ورب المصحف بنق الحياه عين حرام انك تقيد الحياه روح استاذ قرر يا اخي الحياه اذا صدق صار هاي بس انك فعلا وش ولا لا وش اللي قال؟ صدق كبار الكفار دخل لهم فلوس احمد والله هو بكتاب الله لو عندي فلوس الدنيا مرصوصه قدامي هذا مشروعك ما تاخذ ريال لو تبغى عيوني اعطيك بس على ذا والله ما بدخل ايه اوعد اقول اقسم ايه اقول والله العظيم وعد ان البار ما اشغل الا انا اشتري لا سلف ايه ارقص ارقص وقول لي شو الباص ما يشغل الا انا اشتري حلوه الذهب وبيشربوا الويسكي خلاص استاذن ها سلام عليكم سلام عليكم معك برنامج منكم وإليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق الصوت كنا بدنا اي الله احمد جلطين ايه والله لو يقول اي واحد ممكن عادي تقطر احمد ما لقيت الا احمد يا اخي ممكن طاشي بالغرفه ورمي المقطع يا اخي والله انت تعرفني انا انا اسرع اخي مسلم وانت جاري مستحيل بس انت ما سروالي ضايع سروال ضايع اللعبه هذه لعبتك يلعن اخي زي كل شيء اللعبه الخباثه هذه لعبتك ابيك الان تسوق على واحد بس مين؟ ما ادري اطرف واحد سوق عليه اي ليه ما تخلى عليه بسيديو ايوه بالاستديو ما حسيت ما ادري ليش صح تك ما وصل عليه اي لازم تدبس الكاميرا خلاص شو جاهز هناك جوالك اتصل معه بس وانا بتكلم جوال بدك علي جوال اي بدك علي جوال اتصل بسم الله ابو شايح طبعا اللي بيشوف رقم ابو شايح هذا رقمه 5 خلينا نصوره بلا شوي يا عيال ناس كمان مع الموضوع هم الموضوع مرة ليك أضربك أضربك أسوي ليك أضربك 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 ليك أضرب
احمد امس 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 احمد امس امس الجوال اسمعني اقول كلمات يا اخي انا من الشغل لا لا احمد احمد لا والله العظيم لا والله العظيم لا 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 اقسم بالله اني غلطتك انت وغلطت مع بيتك انا احسن اتعامل معاه وانت وصلت حق الصوت شوف الجوال معك صور له مقطع تركز عليها موجود صح طلعت الفيديو صح صور له مقطع انا هو انا وراكان وخالد شويل وناصر صور له المقطع الاخير يوم اللي كان في بودره لا ما كنت ما كنت هذا المقطع كان بدون صوت وما ما ضبطنا في شيء هذا رقم واحد هذا راكان حق راكان خالد يا خالد خالد ينظر فيها والله ينظر فيها والله ينظر فيها احمد تسمعني قليل تسمعني قليل ما نصوت ارجع قول صوت حركاتك قل قل ازيد صوت حقي سجل جوالك سجل جوالك سجل جوالك نظر لي عشان طبعا الصوت ها؟ نظر لي دور اول شيء انت بالوقوف حلو؟ احنا كنا نصور في الكار صح كان في صوت اذا بدك تشوف خرج خرج لا انت شيء في تسجيل في الكار صح ولا لا؟ صح 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 كذا منقل يا اني انا اقول لك كلام ويقول هذا سوى بس سمعه وسكت